السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين. رمضان فاضل شهر وشويه، احنا في نص رجب اهو، كل سنه وانتم طيبين. علشان خاطر كده ان شاء الله باذن الله كل معظم الشباب بدات بقى تتفرج تشتري حاجات البيت. في ناس بتشتري على قد الشهر، زي انا بعمل بشتري على قد الشهر، فكل شهر بعمل كده. نعم يا روحي، نعم يا روحي. انت فين؟ انت هنا يا روحي. تعالي قعدي هنا. فانا دايما بشتري حاجتي كل شهر، في رمضان في العيد في رجب، كله على طول كل شهر. في ناس بقى بتشتري كميات كبيره كده، ربنا يديلكش من افاضين نصلي ونصوم في رمضان. يعني انتوا لسه ما بتصوموش وما بتصلوش؟ طيب انا كنت بقول والله من شويه لقيت حسن بيقول لي في اوردر جالك، الاوردر الحلو الجميل. الله عليك يا عم بخ، الله عليك بخ. طيب تيجي بقى نبص ده الموزاريلا فريش. فريش. موزاريلا فريش. تمام؟ طب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله بص. ثلاثة سنين. شوف بقى معانا ايه؟ بص عندهم أول حاجة دي كنافة. ثلاثة. بصوا بقى الكنافة وحلاوتها، اللي هي الناس اللي بتحب تشتري الكنافة بتلونها، في ناس ما بتعرفش تلونها وفي ناس ما بتلاقيش اللون، في ناس بتلونها بألوان مختلفة، فاللون ده اللي هو لون الكنافة. لو نعمل بقى كنافه بالجبنه العكاوي وبقى بالحاجات الحلوه دي في رمضان. بصوا حاجه حاجه وهنرص هناك اللي احنا هنشوفه. طيب دي السبرينج رولز اهو بتاع الوجبات الصينيه اهي. سبرينج رولز برده هنعمله مع بعض في مره ان شاء الله، في مره كده باذن الله. هفتح بقى الحاجات دي هوريها لكم دلوقتي وهرصها في الفريزر معاكم، وفي مره ثانيه ان شاء الله. الله بصوا انا خفيفه ازاي. بصوا بصوا على النبي. الله عليك بخ. بص اهي شايفين؟ حلوه قوي بصراحه. انا شوفي خدي واحده كلي، انا عارفه انك بتحبيها. حلوه قوي بصراحه ورقه السبرنج بتاعتهم دي، مفيش ورقه لازقه في بعضها ولا واحده مقطعه ولا اي حاجه. في مره كده ان شاء الله ابقى اطلعها قدامكم ونحشيها مع بعض واوريكم حشوه السبرنج روز بتاعت المطاعم الصينيه بالظبط بتبقى عباره عن ايه. طيب نودي دول هناك ونيجي نكمل. في كمان هنا ايه؟ هناك الله عليك يا عم بخ. ده تمر بالكاجو حاجه رمضان بقى. الله عليك الله. السوداني مش الكاجو مش رطب، محمص حلو والتمر حلو جدا جدا. هنا كمان دي كاجو روز. الله عليك حلوه قوي. تمام دي جبنه اهي موتزاريلا، دي موتزاريلا فريش برده. لو ناخد بالنا كل المنتجات بتاعتهم مكتوب عليها موتزاريلا فريش اهي. دي بتاعه السندوتشات البرجر، وده تمر سعودي سكري. الله كنت واحده ماشي بسم الله. موتزاريلا فريش برده، دي بطاطس فيها الفرن فريتش، بس هي الوت رفيعه بحبها جدا جدا جدا، بتبقى فظيعه اهي. برده الكيس بتاعتهم برده الكيس بتاعتهم موتزاريلا فريش. بسم الله الله. بصوا بقى انا مش هتكلم، انا مش هتكلم كتير. بصوا الجمال بقى والحلاوه. ده عيش الكريب بتاعهم يجنن. عظيم الله. بصي بصي حلوه ازاي. وبين كل واحده والتانيه حاطين كيس خاطر ما يلزقش في بعض. بصوا حلوه قوي. اشوف عيش. الله شمي شمي يا ليش جميله جميله. انت اللي جميله يا قمر. ده ايه ده؟ كاكاو، كاكاو خام. الله. وده كاكاو خام، وده هوت شوكليت، ودي كريم شانتيه كمان اهو، وده لبن بودره. عايزه اقول لكم الميزه بقى في الحاجات دي انها علبه بالغطا بتاعها، يعني مش في كيس. لو في كيس هتقدر تجيب وترمان وتفضي. لا بصوا تاخدي وكمان باللي هو اللوك بتاعه بتفتحي كده اهو علشان تضطري تفتحي العلبه. تمام اهو. فدي طبعا ميزه من ميزات موزاريلا فريش اهي. بصوا عندهم المنتجات كلها بسم الله ما شاء الله.
ما شاء الله. بسم الله. ده دبس رمان برده موتزاريلا فريش. وده زيت زيتون. تقريبا كل المنتجات والمصنعات بتاعتهم باسمهم هم. في طحينه كمان اهي، بصوا شبان كتير دي. الله، طحينه خام تقيله جدا. بصوا بقى دي المصنعات اللي عندهم كلها، بس انا حبيت اوريكم كام واحده كده من كل حاجه، لاني شلت العلبه في الفريزر عشان خاطر ما تسيحش، لان طبعا من بدري الحسن حطيتهم لي على السفره وانا لسه جايه من بره. بصوا الجمبري الكريسبي بتاعهم حلو ازاي، فده كده دورك هستعمله عشان اجربهم يعني. ودي كفته، ودي كفته رز. الله عليك يا عم بخ. وده سجق وبرجر ونقانق لحمه وفراخ، وده ستريبس لبس، ودي جبنه رومي متبله. فبجد عايزه اقول لكم الحاجه، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، خامه حلوه جدا والجوده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فانا يا جماعه انا بنصح الناس اللي هي بتبقى نفسها توفر على نفسها الوقت، وكمان الناس الموظفين، الناس اللي عايزه توفر على نفسها الوقت، الحاجات دي حلوه ما شاء الله. كفته الرز اهي، وهخش احمرها يعني، اخش اعمل الحاجات دي كلها دلوقتي ونجربها برده وندوقها معاكم. نشوف ايه تاني. لقيت كيس كمان فيه اللي هو زاكس، طلعت واحده وشلت في الفريزر. بصوا طري، فشلت كله في الفريزر بقى وطلعت واحده من كل حاجه هنا مع الصينيه. دول اللي انا هخش اجربهم عند ماما دلوقتي. اول حاجه بسم الله، ده ورق عنب شكله حلو جدا. ده عندهم كل المنتجات. اه ما شاء الله. آه. دي بقى موتزاريلا فريش اهي، دي شيدر، جبنه موتزاريلا مبشور فريش اهي، جبنه موتزاريلا لونها مش فل عشان معموله بلبن بقري طبيعي، دي احسن جبنه موتزاريلا باللبن البقري. ودي ميكس ميكس جبن اهو، لا بصوا دي موتزاريلا برضو، بصوا دي موتزاريلا فريش، دي موتزاريلا فريش كلها موتزاريلا فريش اهي. بصوا دي حليب طبيعي بقري وجاموسي اهي، ودي برضو حليب طبيعي بقري وجاموسي، ودي كمان حليب طبيعي بقري وجاموسي. حلو قوي، احسن حاجه لبن البقري لما بيخش في الجبن دي بتبقى حلوه. في جبنه رومي كمان اهي، حلو قوي ان شاء الله. وده عيش تورتيلا اهو غير الكريب، وده لانشون، لانشون بالزيتون. احسن حاجه ان هو مقفل بفخم اللي هو الهواء خارج منه، ده تحفظيه في الفريزر بشهور. وفي اللي هو لانشون الفراخ كمان اهو ما شاء الله، وزاريلا فريش ومكتوب عليه الوزن والمقادير وتاريخ الانتاج والانتهاء كمان. في كمان دي، ده ميكس، ممكن بقى ده عشان تحطيه في البيتزا، تحطيه في الطواجن، في اي حاجه ميكس على بعضه كده اهو. في سلامي، وفي لانشون فراخ، وفي تركي حته تركي اهي، وحته شيدر شيدر. يعني ما شاء الله ما شاء الله، اختراع عبقري. حطي بقى الرف كلهم هناك. في كمان جلاش، دي دي نص كيلو انا عارفه، يعني انا عارفه اللفه دي نص كيلو اهو جلاش. وفي كمان هنا حلاوه طحينيه، دي حلاوه بالفستق، ودي حلاوه بالفستق برضه اهي. مش حلاوه من جوه، مش مزيته. الله حته حلوه قوي، حلوه جدا والله. اللي مانعني من الكلام ده كله الرجيم القوي بس. يا ريت اجيب حاجه. بسم الله ما شاء الله. ده ايه؟ فطار وصديد شطه، اكيد دي حاجه شطه كده، حاجه حراقه. في كمان بقى عن الله، ده عندهم بقوليات كمان، فول في تدليس اهو. وفي كمان رز بسمتي، بقوليات فريش برده اهو، كل الحاجه بتاعتهم اهو ما شاء الله. وفي عندهم مخلل، ده مخلل اهو، زيتون مخلي عشان البيتزا، وده بن. انا من يومين بقول عايزه اشتري بن، من يومين بقول عايزه اشتري بن، اما جاي بطرمانه افضيه فين؟ مجهزاه وحط عليه القهوه امبارح لما جبته. بسم الله. بصوا بقى القهوه، البني حلو قوي، بصوا فاتح ريحته فظيعه.
بص بقى نخلي بحلاوته. البني ريحته وصلت دلوقتي. نخلي الحلو قوي، مش حادق ومش دلع، فدي حاجه حلوه بصراحه. الرز البسمتي ده هبقى اجربه معاكم ان شاء الله، نعمل مانجي ولا اي حاجه. اهو نشوف دول بقى كمان هناك. ده سمبوسه كنا لفها قبل رمضان برضو مع بعض، وده برضو حكم اهو حلو قوي كريم ما شاء الله. في كمان ايه؟ ده زعتر. الله الزعتر ده حلو قوي الزعتر. وفي دي تقريبا ملقه الدجاج اللي هي الباودر. بص بقى ده الكريسبي، بس انا هفضيهم في العلب عندي. عايزه اقول لكم الكريسبي ده كمان محطوط عليه توابل، اللي هي توابل الخلطات اللي هي بتاعه الفراخ، فدي حاجه حلوه جدا بصراحه. وده كمان نشمه كده ريحته. طبعا ده كله هنصوره مع بعض بقى ان شاء الله فيديوهات. شوفوا انتوا عايزين منتج ايه ابتدي بيه اول حاجه نجربه مع بعض. عايزين اجرب لكم الجبنه مثلا، نعمل يوم بيتزا ونجرب الجبنه، انا ما عنديش مشكله. شوفوا اليوم اللي انتوا عايزينه ايه. الله ده حلو قوي، شم كده يا سنين. ده ماجي. ايوه الماجي الباودر ده ماجي. اه هو البودره ده. وادي الزعتر، انا بحب الزعتر ده جدا على الفطار. عايزين اعمل لكم منقوشه زعتر براحتكم. اه بجد ادي اهو. في عندهم كمان جولد، اللي هو نسكافيه جولد اهو. فينك يا امي؟ فريش برده، موزاريلا فريش. في كمان عندهم سمنه بلدي، طعم واحد السمنه البلدي، سمنه فريش. الله حلو قوي، نجرب بيها الكنافه. وفي كمان عسل بالمكسرات اهو فريش برده، عسل فريش. هي المنتجات كلها تخصهم هم. وفي ده الزيتون اللي هو سليم، اللي مش اللي بذره منه، ولاسعين ده كله السوري. في عين جمل كمان جوه اهو، ايوه في عين جمل من جوه اهي. يعني جوه الزيتون عين جمل؟ اهو في عين جمل اهو. فين ده؟ حلو قوي قوي. في كمان ايه؟ ده اكيد شيلي صوص اللي هو الحراق. في كمان بالصلاة على النبي يا جماعة، ده الألف جزيرة اللي هو بتاع البرجر بتاع البيج تيستي، وده السكول سلو. في كمان عسل فريش اهو، ومعاه شريحة خلية بتاعت النحلة اهي. ده اللي هو تقريبا العيش المشبع بتاع ده، امك هتاخده اكيد مني. بتاع الدايت. حلو قوي. مش ناسيين كمان الدايت. في كمان بالصلاه على النبي ده توميه. في كمان ده السرانش. في كمان ده البيك تيستي اهو. بصوا البيك تيستي. في عندهم صلصه اهو، صوص البيتزا بتاعتهم اهي كمان، صوص البيتزا. في ده صوص جبنه تقريبا. فظيع صوص جبنه فظيع اهو. اخر حاجه بقى مفاجاه واوريكم في الاخر. بصوا بقى عندهم الكاجو، بصوا حلو ازاي. بصوا الكاجو قد ايه الواحده، والفستق عشان رمضان نقعد نتسلى. في كمان عندهم الكورن فليكس اللي هو الشوكليت ده، شوكو رايس. شوكو رايس. في دوت عشان خاطر بقى الكبسه والرز المتقطع. مش مملح. لا احسن حاجه ان هم ايه مقشرين البندق. والبندق مش مملح. اهو. والفلوس ده طبعا بيتسلق وبيتقشر وبيتحمص اهو. تعالى بقى نشوف الحاجه اللي احنا عملناها كلها يا جماعه، نشوف شكلها ايه. هنجرب بقى هنا، ممكن هنا نعمل الكفته مثلا. نوطى عليه عشان تشوفوا شنو فاتن. هنا الزيت سخن، حمر الجمبري بسم الله.
احط كمان الستريبس وناقص دبس، نحط كمان الجبنه الرومي معاهم، ناقص الكفته، لا الكفته عملت الكفته وزبس وزبس نعملهم في الطاسه جمبري الحلاوه اهو، والكفر معاش من عليه. عادي الستريبس بتاعهم. الله عليك يا عم باخ، اول مره اعرف ان الستريبس ما يبهدلش الزيت كده. الجبنه الرومي ما فكتش الحمد لله. لا الزيت لسه نضيف، مش متخيله بصراحه. طبعا ما وقعش. نحمر بقى الايه كفته الرز. بسم الله. طبعا اللقانق وحلاوتها والكفته ما فشتش. الله عليك، هي بتشوح اللقانق دي. بخ، انا اقول الله يجوز يقول لك بخ على طول. انت دهبه، انت اللي جميله والله. وقت المطنطين دول كمان اهو، قلبي البتاع دي. لما بصوا كفته الرز ما كشفتش ولا اتفتحت اهي، بصوا ولا كشفت ولا اتفتحت، متصبعه صغير زي الفل. دي لسه بتاع الزكت دي، لسه تتحمر براحتكم. بصوا بقى البرجريه اهي ما كشفتش، ما كشفتش ومحافظه على نفسها. بصوا بقى الحاجات اللي هنا دي كلها، بصوا ما فكش. لا ما فكش، بوريهم ان القشره بتاعته ما فكتش. انا بقى على ما البرجر يتشوح، نبص كده على حبه الحاجات اللي احنا وريناها لكم. بصوا بقى يا جماعه هنا، طبعا موزاريلا فريش عندها كل الصوصات، بقوليات، مكسرات، انواع الجبن، عيش تورتيلا، عيش صاج، كريب، عندهم بطاطس، عندهم كنافه، عندهم صوصات، وعندهم كريمه ولبن بودره وكاكاو، مسليات وصوصات ومخللات وبن ونسكافيه وحاجات كتيره جدا جدا جدا، وعندهم كمان مصنعات، وعندهم حاجات كتيره ان شاء الله هتعجبكم. انا هوريكم كل الحاجات بصفه مبدئيه، وان شاء الله كل كام يوم كده هطلع صنف اعمله لكم. فشوفوا انتوا بقى برنامج، عايزين مثلا نجرب الجبنه، ونيجي صدفه عايزين نجرب الجبنه، نفتح نعمل فيديو بيتزا ونجرب الجبن. عايزيني مثلا نجرب الحاجات دي، نعمل وصفه ونحطهم فيها. عايزين نجرب المخلل الماشي، عايزين نجرب ورق العنب، عايزين نجرب بالصوص، نعمل سندوتشات، نعمل سندوتش زكس للزكس بتاعهم بالصوصات بحاجتكم كلها. والفول طبعا هدمسه في ورقه وهعمله لكم وهوريه لكم باذن الله، والحاجه ان شاء الله تعجبكم. وندوق بقى واقول لكم في الاخر بقى، نخش ندوق عند ماما، وبعد ما نقول لكم اخبار الحاجه ايه. لحظه الدوق بقى، الجمبري عالمي. بحب الجمبري. ايه ده، تعملش الحاجه دي لو انا عامله الجيم. نبقى الاستريبس. انا عاجبني ان الحاجه ما فكتش، دي الحاجه اللي عجباني. اللحيه حلوه، ما فيهاش اي زفاره. بسم الله. الشطه بتاعتها حلوه مناسبه. نار. دوس بق. هاتي. بصوت بق. تعالي ساعات دقي. حلوه قوي. ساعات فعلا. ساعات لسه جايه الجبنه الرومي، دي الجبنه التركي بالاسكندراني. انت بتاكلي ايه بقى؟ حمود. حمود لو بقى الكفته زي ما طريه زي بتاعت بره بالظبط. اهو. طعمها عليا الكفته، بتدوق كفته الرز. حلوه بس عايزه ترفع شويه، ممكن انت بتعملي ترفعها شويه، بس حلوه مش مكتومه. حلوه قوي. دول برجر. عالمي، المنتجات عالميه عالميه عالميه. طبعا لسه بقى في اصناف كتير هنجربها مع بعض ان شاء الله. هحط لكم لينكات بتاعت موزاريلا فريش في صندوق الوصف كلها، بمنافذ البيع بتاعتهم بكل حاجه، وتواصلوا معاهم، تبداوا معايا واكتبوا لي في التعليقات اول وصفه عايزين اعملها لكم ايه، واعملها لكم بكره ان شاء الله. وكل يوم نعمل وصفه جديده بحاجه جديده، ونجرب كل المنتجات مع بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.